يعني احنا توقفنا عند نقطة مهمة جدا لما كنا بنتكلم على الاستحلال في فقه الجماعات المتطرفة، انه بيوصل عضو هذه الجماعة انه بيستحل طبعا. المال بيستحل طبعا. الدم بيستحل طبعا. العرض، وقلنا انه الاستحلال ده بيبقى اخر خطوة في عملية كبيرة جدا بيقوموا بيها في غسيل مخ العضو اللي بيتم تجنيده. طبعا ظهر ده في الحشاشين، ويمكن المسلسل يعني ركز عليه بشكل دقيق، وده كان بيحصل برضو في جماعة الإخوان وظهر في أدبيات مسألة غسيل المخ دي. أيوة. يعني كيف ترصد؟ أنا قبل ما أجاوب على السؤال ده أنا خايف بس تضيع مني الفكرة دي أثناء الكلام، اللي هي فكرة أن برضو في موضوع غسيل المخ ده في جانب مهم جدا، الجانب المادي، الرغبة المادية عند العضو، عند الشخص اللي هيجنب. يعني انت هتلاقي حسن الصباح بيغري اتباعه بالحور العين والحاجات المتعه دي، وجنه وقصص وشرب. صحيح. عامل مهم من عامل عوامل غسيل مخ ان يبقى فيه عائد مادي، الفلوس، فلوس والمتعه. لذلك تلاقي دايما عضو هذه التنظيمات التكفيريه تلاقي المراه يعني لها محور كده في تفكيره، يعني محور كبير كمصدر متعه، كمصدر متعه ما لهاش دور غير كده. يعني السبايا، يعني داعش يقول لك السبايا مثلا، يا عم السبايا يقول لك احياء سنه السبايا، يعني طلعونا في سنه القتل، سنه الاغتيال، سنه السبايا، انك تعمل سبايا تحيي السنه. هي هل دي سنه؟ ده الاسلام طول الوقت ضد الرق، كان بيصفي القضيه، واخد بالك؟ فيجي بقى الهدف هنا مش هدف لا سنه ولا بتاع، الهدف هنا ازاي ان انا استمتع، ازاي ان انا ابيع دي، ببيعها لواحد تاني، واحد تاني يبيعها بفلوس اكتر، ويبقى كسبت ماده وكسبت بتاع. وبعدين حتى في بعض العمليات اللي هي انتحاريه هتلاحظ ان التنظيمات دي كانت بتعمل ايه. يعني يجي يروح مدخله في حاجه اسمها المضافه، يعني المضيفه، وبالك من اوراقهم ومن اعترافاتهم، يقعد في المضيفه دي 3 4 ايام، يدخله في مساله خطابات بقى دينية زعقة، يعني حاجة بقى فكرة التحميس، تحميس بقى وبتاع، وسننتصر والنصر والشهادة، وخلاص احنا داخلين على روسيا وعملنا بتاع. دي فايدة العمليات اللي بيعملوها الكبيرة، يقول لك وعملنا عملية ودخلنا اخترقنا مش عارف ايه، وهنعمل وهنسوي، والخلافة جاية، وخلاص على بعد خطوات كده. دخلوا في الغسيل ده فترة الثلاث ايام، بعد شوية يقول له مين هيعمل عملية انتحارية؟ مين هو بيسموها استشهادية؟ من استشهادي؟ مين؟ ومين انغماسي؟ طبعا مفرقين هم، الانغماسي ده يروح منغمس كده بالبندقية الآلي ولا حاجة، لكن اللي بيفجر نفسه، فجر نفسه. تيجي يروح مدخل، فطبعا في ناس تعمل ايه؟ تكتب اسماء بسرعة طبعا في الحماسة، بيراجع نفسه. يقول لك أنا مش عاوز أنتهى، يقول لك يقول له لا خلاص كده، أنت كده يبقى هترتد. فبيخشوا لانه لو ابتدى هيموته. صحيح. تمام. طيب هو في الفتره دي بقى اللي هي احنا بنتكلم عنها من شويه، اللي هي الاغراءات بقى والماده والكلام، هو خلاص انت انتحاري، استشهادي، يعني كتب اسمه استشهادي، قعدوا 40 يوم، قعدوا 40 يوم جايب له زوجه او زوجتين، عيش حياتك. وهي بقى ايه؟ بتجاهد، لان هي هنا بعد ما هو ينتحر بتبقى دورها تروح تتزوج واحد تاني. بالمناسبه بيبقى زواج، يعني زواج يعني، بس اتنين بس زواج كده شافه، وتروح الاتنين يروحوا رايحين لواحد تاني بعد، هما بيجاهدوا بالقصه دي. ده جاهد نكاح، ده هو ده جاهد نكاح. حصل. يا جماعه ده ما كانش كلام اعلامي، ده الواقع، ده اللي بقوله، ده واقع عملي موثق يعني. فهو هنا اذا غسيل يعني المخ. بتقول حصل لانه الكلام ده اتقال مثلا ايام اعتصام 4، انه في جهاد نكاح يعني ظهر بشكل كبير جدا، والجماعه انكروا انه هذا يحدث. انا الوثائق المدلله عندي اللي هي اللي حدثت مع في سوريا مع الجماعه اللي هم الانتحاريين دول، اللي هو قبل ما يروح يعمل العمليه الانتحاريه يروح يدخله، يقعد بقى 40 يوم دول يعيشوه بقى في المتعه كلها، تمام، ويعيشوا واكل وشرب وستات كان في واحد اسمه محمد صبره. محمد صبره ده كان راح يفجر نفسه في مبنى وزاره الداخليه في لازوري. فانا بساله اقول له محمد انت يعني ازاي يعني قال لك جابني ممدوح علي يوسف اللي هو في تركيا دلوقتي. تركيا.
فممدوح على يوسف وقال له الجنة والحور العين، يعني أهم حاجة في القصة دي. من زمان من عند من حور العين. انت رايح للحور، فقال لك وجابني وقال فجأة كده قال لي يا محمد بكرة هتقابل عروستك. اللي هي الحور العين يعني. يعني الراجل ضامن الجنة خلاص، ضمن له الجنة. صحيح. زي حسن. لا ده هو بتكلم بقى في التفاصيل. طب بالله عليك ده مش حسن الصباح مفتاح الجنة؟ انت بكرة رايح اغتال نظام الملك مفتاح الجنة بقى. وقابلك على باب الجنة. نفس الموضوع. فقال لي وجايب له لبس جديد. قال له تلبس اللبس الجديد عشان لما تقابل عروستك تبقى لابس لابس غيار داخلي حلو ولبس مش واخد باله ان هو هيتفتت بالعمليه الانتحاريه بتاعته دي. وراح فعلا لبسه الحزام تاني يوم للاسف، والولد مشى. هو كان ساعتها حصل كوبري الفردوس، عربيه مفخخه هتفجر كوبري الفردوس بموكب الوزير معدي وهيفجره 3 كيلو متر مربع بالناس بالاهالي كله. فربنا ستر ان الامن وصل لل بتاع وفك المتفجر ومسك الولد، اعترف قال لهم ده في واحد رايح يفجر الوزاره. فلحقوه مسكوه قبل ما يفجر نفسه. فقال ده كان قبل 11 مش لا ده في التسعينات. فقلت له انت حد ضربك؟ حد كلمك؟ قال لك لا محدش كلمني خالص، انا اعترفت بكل حاجه وخلاص. وبتاع انا شخص انتحاري يعني. هو كان بيتفخر بالموضوع. هنا غسيل المخ. هنا غسيل المخ. طب غسيل المخ ده ما هو ليه خطوات بقى. الخطوات دي فصلوها الاخوان، وطبعا حسن الصباح عملها بال تقريبا تقريبا متطابقه متطابقه يعني. واحد اللي هو مصطفى مشهور ليه كتاب يقول لك الدعوه الفرديه. ده كتاب منشور يا جماعه، الدعوه الفرديه مصطفى مشهور. ازاي ان انا استقطب واحد؟ فاول حاجه التعريف او التعرف. التعرف ازاي اتعرف عليه وازاي اعمل بروفايل ليه واكتب بقى واشوف عائلته واعمل تحريات عنه واهتماماته ونقاط ضعفه ونقاط ضعفه ونقاط قوته. ونحذر في التعرف ده انك انت تتعرف على واحد يعني يكون مثلا ابوه رجل في الامن ولا حاجه، يعني خليك حذر يعني. تمام، خليك حذر شويه. بعد التعرف اتعرف عليه، ازاي ان انا اتعرف عليه وازاي ارتبط بيه. واوعى تحكي له حاجه، يقول لك اوعى تحكي له اي حاجه خالص. انت بتتعرف بس، وفترة التعرف دي حسب الشخص اللي قدامك. ممكن تاخد ساعة، ممكن تاخد اسابيع، ممكن تاخد سنة عشان خاطر يحصل الارتباط متعرف عليه بشكل جيد. بعد كده التعريف بقى بالاسلام بقى، يعني المرحلة التانية ان انا اعرفه بالاسلام. هو الراجل خارج الاسلام اصلا. يعني مش فاهم الاسلام، انا لا فاهمه الاسلام، فعرفه بالاسلام. الاسلام ده لا مش الصلاة بس، والاسلام ده صلاة بس. لا ده الاسلام ده جهاد، الاسلام سيف ومصحف، الاسلام قتال ومش عارف وايه، الاسلام شوف ودخله بقى في المرحله دي. انا ممكن زي ما قال احمد عادل كمال في كتابه المهم النقاط على الحروف اللي هو قصه التنظيم. قصه التنظيم الخاص. وكان عضو في التنظيم. ازاي هو اتجند؟ ما هو قال لك كده، كتب ازاي وصاحبه خده وراح موديه ما مكتب الارشاد وحسن البنا بيدي كلمه. فعجبته الكلمه، فبدأ يداوم على المكان، فبدأ يرتبط بالناس، وبدأ ياخدوه دورة رياضية ولعب كورة اللي الناس ممكن تعتبره تفاصيل عادية هي خطة التجنيد. فهو هنا التعريف عرفه ان الاسلام ده مش كامل يعني. انت فاهم غلط، الاسلام شامل كامل. طب ازاي الاسلام اطبق الاسلام بقى اللي هو شامل كامل ده؟ ازاي اوصل لاسلام غائب؟ ازاي اطبق هذا الاسلام في المجتمع لان الاسلام غائب؟ وهدي له كتب بقى، معالم في الطريق وهذا الدين ومش عارف مين وماذا يعني انتمائي للاسلام لفتحياك والقصص دي كلها. الطريق الى جماعه المسلمين هو المرحله اللي بعديها. ان انا ده راجل سوري اللي عامل الكتاب ده تقريبا. ازاي ان هو ناصر لتطبيق الاسلام ده لا يتم بمفردك، ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. طالما مش هيتم الواجب ده بغير تنظيم يبقى تنظيم، يبقى لازم نعمل تنظيم. واجب فرض التنظيم انك انت هتقدر تقاوم الجيوش لوحدك؟ لا يمكن. يبقى لازم جوه التنظيم. يبقى نعمل تنظيم.